نجيب جوالات العيلة كلهم العمارة كلها وبنجي بنشحنهم في المستشفى. الكهرباء لأسبوعين من أول الحرب لحين ما جت علينا. تتشابك أسلاك الشحن، يجتمع الفلسطينيون حول مورد طاقة مؤقت في مستشفى ناصر الطبي، يملؤون به بطاريات هواتفهم وحتى مولداتهم الصغيرة، علهم يكملون اتصالاً هاتفياً بات شبه مستحيل. فغزة بدأت أسبوعاً ثالثاً بلا كهرباء إثر حصار خانق على القطاع الذي اضطر أهله للجوء إلى إمدادات بديلة. أنا جاية من المشروع من طريق بعيد بس عشان أشحن جوالات العيلة. أنا جاية من آخر الدنيا بس عشان أشحن بطارية وفيش عندنا كهرباء. حلول يستند إليها الغزيون مع انقطاع التيار الكهربائي، يقللون ما استطاعوا من إضاءة جوالاتهم أو حتى يلجؤون إلى استعمال الأجهزة الطبية المنزلية لعلاج متنقل لمرضى الربو. أنا عندي في وحدة ربو من الدرجة الأولى بشحن مرتين في اليوم. ولكن الخطر يعترضهم في طريقهم للوصول إلى أقرب مكان للشحن. هذيك المرة أنا يعني تأخرت على الظهر 5 دقائق عند جمعية إعمار ضربوا الدار اللي أنا من الشارع فيها. الله اللي سطر. عجز يشكو منه القطاع حتى قبل الحرب، فالكهرباء لم تكن تأتي 16 ساعة، أما الآن فيقاس انقطاعا كليا يفاقم المشكلات الإنسانية، لا سيما في المستشفيات التي يعتمد مرضاها على أجهزتها والتي باتت مهددة بنفاد الوقود الاحتياطي، بالإضافة إلى أن كلا من محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي تتكئان على الكهرباء، ما ينذر بكارثة صحية أخرى وشيكة قد تؤرق بتداعياتها سكان القطاع بأكمله.